اتكلمنا كتير على فكره المناطق المختلفه في كوب 27 سواء كانت المنطقه الزرقاء او المنطقه الخضراء، لكن كمان في منطقه مهمه جدا وهي الانوفيشن زون او منطقه الابتكار. المنطقه دي بتجمع الشركات والشباب ورواد الاعمال اللي عندهم افكار للتعامل مع التغيرات المناخيه والتحديات المناخيه، لكن كمان الشباب والشركات والافكار دي مش بس مصريه لكن كمان اجنبيه، وبيكون فرصه ان هم يتقابلوا سوا عشان يطرحوا الحلول سوا ويوصلوا لحلول مع بعض يتم تطبيقها بالفعل على ارض الواقع، ويناقشوا الخطط القديمة وكمان يطلعوا بالحلول دي للمستقبل. تعالوا نشوفها يلا بينا سوا. يمكننا تغيير مستقبل التغير المناخي، ولتحقيق هذا لابد من إشراك كافة العوامل المنفذة والأطراف الفاعلة، ومنها أن نغير الوضع الحالي. ليست فقط المستقبل الذي سيجب أن نستعد له، ولكن أيضا علينا أن نمكن الشباب لاختيار مستقبلهم. ليست فقط المستقبل الشباب فقط ولكن أيضا الكبار. لابد أن نتعلم من الماضي. لدينا الآن نفس العدد من الشباب التي يصل أكثر من 100 مليون شخص بتتراوح أعمارهم من 15 إلى 25. نفس الأمر كان في الماضي، لكن إذا منحنا لهم التدريب والمهارات والدعم للابتكار وريادة الأعمال، بالتأكيد سنحصل على حلولا جيدة للمستقبل. فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، إذا عرفنا الوضع الحالي منذ بداية الحياة حتى الآن، كان لا نجعل ما يعرف أن العالم قد ينتهي. أيضا هناك حدودا للكرة الأرضية وهناك صراعات، وكانت في الماضي صعوبات، ولكن الآن معنا لدينا العصر الرقمي. كل هذا سهل في عملية فهم الحاضر والمستقبل، وهذا يمكن الشباب للتحضير للمستقبل. لماذا نعمل مع المستقبل؟ له من الجيد أن نكون مع بعضنا البعض أن أكثر تحفيزا، لأن نعرف أن على مدار 300 سنة الماضية في كل وقت أن التكنولوجيا تغير شيئا في الحياة، ولهذا تأكيد على هذا لابد أن هناك تغير مما كان في منذ 3 سنوات. لذا نحن نحتاج إلى الشباب لاستكشاف المستقبل وتعزيز الالتزامات والتعهدات، وكل هذا لابد تنظيمها لتغيير وضع الحياة التي نحن عليها. لابد أن يكون أكثر كفاءة، نبور أكثر كفاءة لمهاراتنا، ونريد أن نستغل الوقت ونجد الحلول الجديدة. وفي كل هذه الحلول تعتبر مهمة جدا للوصول إلى المحيط الصفري الذي نطمح إلى وصوله. أيضا في نفس الوقت أن لم فقط نتحول، ولكن الشباب لابد من إشراك مع الأجيال السابقة لبناء الجسر بين الجزر والأشخاص الذين يعيشون عليها. الحقيقة الشباب مهم جدا بالنسبة للتغيرات المناخية، لأنه كل الأخطاء اللي قام بها البشر في كل السنين اللي فاتت اللي هيدفع ثمنها هم قيادات المستقبل، هم الشباب المستقبل. فإن ما كناش نقدر النهاردة إن من أول ما حتى أطفال نبتدي نعرفهم ونفهمهم ونديهم الفرصة إنهم يعبروا عن نفسهم على إزاي إن هم يحافظوا على البيئة، مش هيبقى فيه مستقبل.